ما هلا صار الوقت معقولة محطاتنا لليوم، وحكينا ببداية صباحنا انه عندنا شيء عن مشروع خاص لطلاب المدارس، فالندبات والآثار اللي تركتها الحرب على سوريا كانت الدافع لانطلاق مبادرة التنمية الذاتية للطالب في المدارس، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية. اليوم أكثر من 3000 طالب سوري مستفيد من برامج التأهيل والتمكين التي تعمل عليها المبادرة. رح نحكي أكثر بالتفصيل عنها مع ضيوفنا لليوم، ديما سليمان مشرفة ومدربة بمبادرة التنمية الذاتية للطالب، الدكتور أنس حتاحت مدرب بالمبادرة. صباح الخير وأهلا وسهلا. صباح الخير. صباحكم. يعني مبادرة مهمة كتير، خلينا نحكي يا ديما نبدأ معك أولا، كيف إجت فكرة المبادرة وكيف بدأت؟ هلا هي من 4 سنين انطلقت، وإذا بدي هيك كتير بسطها، من 4 سنين أنا دخلت بهذا المجال، فلما بلشت أنا هيك أشوف الدورات واكتسب بعض الخبرات، شفت قديش الشخص لما مجرد يكتسب أو يعني ينتمي لبعض الدورات بيكتسب خبرات كتير مهمة على صعيده الشخصي، مثل ثقة بالنفس، مثل تقدير الذات، مثل مهارات التواصل مع الآخرين، مثل اكتشاف شغفه. وقدي حلو لو إنه هذا الشيء اكتسبناه بفترة أبكر، يعني كنا اختصرنا على حالنا مراحل. هذا اللي كتير شجعني هذا الموضوع أني اطرحه على مجموعة من المدربين، أنه شوفي لو هاي التفاصيل أو هاي الدورات أعطيناها للطالب، يعني بفترة اللي هو عم بيكتسب معلومات وعم بيكتسب خبرات، بنفس الوقت عم نعطيه شيء ينمي شخصيته. هلأ كتير كان في يعني تشجع من قبل المدربين، وفعلا فورا طرحنا هذا الموضوع على وزارة التربية، وكان من أول الأشخاص اللي قابلناهم بالوزارة الدكتور فرح المطلق، وشجع كتير المبادرة، يعني ما أخذنا أبدا شيء روتيني أو وقت، فورا انطلقنا فيها، قدمنا منهاج خاص فينا كمدربين وتوافق عليها، وانطلقنا من 4 سنين. وكل سنة كان بنهاية العام الدراسي يكون في شيء اسمه تقييم من قبل المدارس، تنبعث للوزارة انه في شيء اثر كتير ايجابي وعم نطالب تستمر، فكنا نستمر وبدينا بالبداية بدمشق بمجموعة مدارس، بس اليوم الحمد لله بعد 4 سنين يعني توسعنا أكثر، صار عندنا دمشق وريف دمشق والسويدة وبعض المدارس البلدية. حلو، رح نحكي يمكن أكثر بالتفصيل عن هذا الموضوع. بدي انتقل لك دكتور أنس، يعني حضرتك من المدربين الموجودين مع المبادرة، شو المجال اللي بتدرب فيه إذا بتحكي لنا أكثر؟ الحقيقة نحن إدخال التنمية البشرية أو التنمية الذاتية ل الطلاب بعمر خلينا نقول من السابع للتاسع وبعدين والعاشر والحادي عشر بعدة محاور. طبعا التنمية البشرية أثبتت لمرحلة الشباب ولمرحلة الأكبر، يعني إن الإنسان صار يعرف يحسن يحدد أهدافه، يحسن يعرف شو هذا الهدف الذكي ويسقطه على حياته وعلى كل مشاريعه المستقبلية، عن العلاقات الاجتماعية، بناء العلاقات الاجتماعية، الحفاظ على العلاقات الاجتماعية، شلون أنا أتعامل مع حالي، شلون أتعامل مع الآخرين. هالشي هذا هالأفكار هاي كلياتها نقلناها لمرحلة من الشباب اللي نحن بنعتبرهم الحقيقة هن البنات المجتمع القادم، بنات المجتمع المستقبلي اللي بنعول عليهم كتير بالمرحلة القادمة. وجدت بالبداية يعني مثلا وقت نفوت على القاعة نسألهم للطلاب شو هي التنمية الذاتية؟ شيء سمعان عنا من بعيد، شيء بيعرف عنا كلمة أو كلمتين، شيء بيقول لك ما بعرف عنا شيء أبداً. بنلاحظ بعد فترة من خلال مثلا نحن عدة محاور كنا عم نحكي فيها، طبعاً المحور الأساسي هو مهارات التفوق الدراسي، شلون أدرس، شلون أتعامل مع ساعات الدراسة، إمتى أفضل ساعات للنوم، إمتى أفضل ساعات للدراسة، إمتى لازم أحسن وقت أدرس فيه المواد الصعبة، إمتى أحسن وقت أدرس فيه المواد السهلة، شو هو كيفية اختيار التخصص الجامعي. كثير كانت هي مغيمة عند الشباب، وخصوصي بالعاشر والحادي عشر والبكالوريا حتى، يعني المهم عندهم على فكرة كان النجاح، مو الغالبية، في كثير ما في أهداف بيعرفوا تمام، ما بيعرفوا يحددوا هدفهم بالذات. بنلاحظ بعد ما نقطع شوط بالفصل الأول برد بسألهم نفس السؤال، أنا شو هي التنمية البشرية؟ بتلاقي الأجوبة يعني حتى على فكرة أكثر بكثير من مرحلة الشباب اللي هن يعني بيعرفوا فيها، سمعانين عنا، قارين عنا، لأنه هضموها، حبوها، غرفة حصة التنمية البشرية صارت حصة أساسية عندهم في قاعات. مثلا نحن بسبب الكادر القليل لساته نحن عم نبني كادر كبير ان شاء الله بالسنين يعني السنين القادمه واللي بعدها حيكون نعبي ونحسن نستهدف مدارس كثير هون في دمشق وفي دمشق وسويدا. بيسالوني ايمتى بدك تجي لعنا استاذ، ايمتى نحن حصتنا، صرنا بعدين صرنا ننوع،
يعني مثلا انا اعطيت هذا خلينا نقول 60% من المنهاج او 40% من المنهاج بقاعه قاعتين ثلاثه، صرت انقل على قاعات ثانيه حتى احسن اعطي غطي اكبر قدر ممكن من الطلاب. نعم. لذلك يعني الفكره الاساسيه هي ادخال التنميه البشريه، نعرفكم عن حالكم، نعرفكم انتم شلون بتفكروا، شلون لازم تفكروا، شلون لازم اذا علاقاتكم الاسريه شلون هي بدها تكون، علاقاتكم العائليه، علاقاتكم الاجتماعيه، علاقاتكم بين بعضكم صح ولا خطا، عم تتصرفوا صح ولا خطا، عم تفكروا صح ولا لا، عم تدرسوا صح ولا لا. هالشيء هذا كثير كان له اثر كبير كثير على الطلاب من سنه لسنه. في سنه يعني نحن عم نوزع حالنا على المدارس، في طالبه من الطلاب اللي معرفه شخصيه فيها سالتها المديره، قالت لها انت بدي اجي الاستاذ انس، يعني كان مره يمكن بتشرين اول نحن سالتها السؤال، نحن لازم نبلش من ايلول، قالت لها انت بدي اجي الاستاذ انس، يعني لدرجه انه اثر الحمد لله. والاثر هلا بعد 4 سنين ونحن عم نتابع بنفس المدارس، وطبعا عم نتوسع على مدارس اكثر، عم يخلينا يكون في شيء اثر ان شاء الله. نعم، يعني مثل دائما بعد ما هذا عصر السرعه ويمكن هالتشتت وهالفوضى وهالضياع بالنسبه للشباب والظروف اللي عشناها خاصه بسوريا يمكن سبب لهم شويه ضياع وفوضى بتنظيم حياتهم. ومثل ما هيك دائما بنقول التنميه البشريه هي علم وعصب الحياه العمليه، خلينا نقول ديما المحاور اللي ركزتوا عليها خاصه مثل ما قلنا يعني تنظيم الاهداف بالنسبه للطالب. شو همه ينجح، يأسس حياته المستقبلية العملية، يبدأ أولى خطواته. شو كانت أبرز المشاكل اللي صادفتوها وحاولتوا تعالجوها؟ هلأ خلينا نتفق أنه بكل مرحلة نحن استهدفنا من الأول للحادي عشر، البكالوريا كانت فقط حصص هو كيف يختاروا تخصص الجامعي. الصف الأول؟ الصف الأول، والصف الأول بس نعطيهم تقنيات إلى علاقة هيك بسيطة، تقنيات يوغا خفيفة جداً إلى علاقة بالاهتمام بالصحة الجسدية. بكل مرحلة من هدول المراحل تختلف الاحتياجات النفسية، يعني بمرحلة معينة بيكون هنين بحاجة شيء، بمرحلة المراهقة هنين بيكونوا بحاجة شيء تاني. بمرحلة المراهقة كتير كان مهم عنده موضوع التواصل، المراهقة بيفقد التواصل مع الآخرين، بتشوف تكتر المشاكل بينه وبين أهله، بصير الأهل يقول له عم بعرف أحكي معه ولا بعرف شو بده، نفس الشيء. فنحن لكل مرحلة خصصنا له شو هني بحاجتهم. هلأ بعد 4 سنين صار فيه كمان خبرة، نحن وعم ندرب خلال أول سنة تاني سنة ثالث سنة بتصيري تشوفي شو هني بحاجة. نحن أول سنة قدمنا للوزارة قدمنا منهاج، هلأ بعد 4 سنين نحن كتير طورنا المنهاج، ضفنا كتير، لأنه أنت لما عم تتعاطي معهم مباشر فأحياناً هن بياخدوك لمحاور بدهم إياهم، فهذا الشيء نحن ضفناه للمنهاج. هلأ بمرحلة خليني أقول ابتدائية نحن عم نهتم بموضوع الصحة النفسية والجسدية. كلياتنا بسوريا تأثرنا بموضوع الحرب النفسية، إنه صار المشاعر السلبية، الكل معصب والكل متضايق والكل بيعصب على بعضه. فاعتمدنا بالفترة الأولى أنه نحن نعطيه موضوع بعض التقنيات البسيطة مثل التأمل والتنفس العميق اللي بتخليهم يكونوا أهدى، التعامل مع بعضهم، كيف تفريغ المشاعر السلبية، كيف يتعاطوا مع أي مشكلة يعني بتكون عندهم. فهذا كان بالمرحلة الابتدائية. وبالإضافة كان عندنا شيء كتير مهم، كتير إحنا بعصر السرعة، إحنا بعصر وسائل التواصل الاجتماعي، ففي جزء نحن أعطيناه هو الاهتمام بالصحة الجسدية. العيون عندنا مشكله كل وقت الاولاد على الموبايلات، فاعطينا شيء بيهتم بالعيون، بالرقبه احنا عم نشوف اولاد بمراحل بكير الرقبه عندهم صارت منحنيه والظهر، فعم نعطي الاهتمام بالصحه الجسديه. هلا بننتقل بقى للمراحل الاعلى شوي، بنبلش هون نعطي الشيء اللي بدهم اياه اكثر، شيء له علاقه بكيف يخططوا لحياتهم، كيف يعرفوا شو اهدافهم، كيف يعرفوا شو شغفهم، كيف يختاروا تخصصهم الجامعي. يعني أنا من الأشخاص اللي درست تخصص بس ما اشتغلت فيه، يعني أنا ما بحبه بس طلع لي، فهذا الشيء 5 سنين من عمري درسته بس أنا بالنهاية ما اشتغلت فيه. نحن بدنا نوفر على الطلاب إنه هال5 سنين ما تدرسوهم بس لأنه أنا طلع لي هذا المعدل، لقبل بوقت نحن رح ندربكم كيف تكتشفوا شغفكم ومهاراتكم وشو التخصص الجامعي المناسب لإلكم. هي واحدة من كمان المحاور المهمة. كمان في محور كتير مهم نحن عم نعطيه بالمرحلة الابتدائية، شيء له علاقة بالقيم، هي قيم البسيطة بس القيم لها علاقة بأنه كيف يتعامل مع أهله، كيف يحترم أهله، كيف يحب رفقاته. عم ندخل مفهوم التطوع، وبالمدارس اللي احنا كنا عم نعطي فيها عملوا بعض الصفوف فرقة تطوعية، يعني هنا صف خامس وسادس وصاروا يعملوا نشاطات ضمن المدرسة. فهذا نحن اللي كان الفكرة، احنا عم ندخل شجعنا هون، دخلنا موضوع القيم وهذا كتير مهم، وبالإضافة للصحة النفسية اللي هي نحن الكبير بحاجتها مثل الصغير، وكمان مثل ما قلنا مراحل موضوع التواصل مع الآخرين اللي كتير مهمة بمرحلة المراهقة.
يعني دكتور أنس خلينا نقول محاور متعددة وكلها مرتبطة ببعضها، وخصوصا ما عم تبلشوا مع خلينا نقول الطلاب من عمر صغير للمرحلة اللي بده يفوت فيها على الجامعة. من خلال تجاربك بالمبادرة ويمكن سنين 4 سنين وقت كافي لحتى يمكن يصير في عندك تجربة كافية وأشخاص خضعوا لمراحل متعددة، تحكي لنا شوي عن بعض هاي النماذج وكيف لمس التغيير بين الطلاب اللي تابعت حالتهم لأكثر من سنة. تمام، الحقيقة يعني أنا واجهت نماذج مختلفة جدا بالطلاب. في طالب هلا بيعلق بذاكرتي كان من سنتين، هالطالب هذا السنة تخرج، يعني كان هو 11 اللي تخرج ودخل الجامعة. هذا الطالب كنت فوت على القاعة منزوي يقعد لحاله، ما يتعامل، ما له أصدقاء، ما بيعرف يبني علاقات، حتى يعني بتلاقي مقعده بعيد عن بقية أصدقائه. من حصة لحصة بدخل الحصة اللي بعد منها كنا عاطيهم تمرين أنا مشان يسووه بالبيت خلال الأسبوع، بيسألهم شو سويت، شلون سويت التمرين، كلهم بيتفاعلوا، اللي سوينا أستاذ سويناه كل يوم، في منهم سويناه يومين، في منهم سويناه بس يوميتها أستاذ، في مشكل كلياتهم، بيسألوا فلان أنت شلون شو عملت باللي أستاذ أنا ما ساويته. طيب التمرين اللي بعد منه أو مثلا الحصة اللي بعد منها ما بيتفاعل، بحسه هيك قاعد لحاله، حتى كمان ما له أصدقاء أبدا. مرة عطيت الحصة وطالع لبرا لحقني اللي أستاذ أنا التمرين اللي بتعملهم كلياتهم كلهم مساويهم كل يوم بالبيت، وانا متابعك وكل شيء انت عم تقول لي اياه انا بساوي، بس انا ما بحب ساوي هالشغلات هي او اقول على هالحكي هذا قدام رفقاتي. طب انا هلا صرت قدام مشكله، هالمشكله هي انه هذا الشاب كثير منيح وكثير متفاعل بس منزوي، بدي اقربه من رفقاته، صرت اتخصى اتعمد انه ساوي تمارين جماعيه ودخله هو فيها. بالاول كان شوي يكون دائر، ما يحب انه بيعرف انه اذا بده يساوي شيء بخاف انتقادات، ما انتقاد هو من النوع هذا، لكن هو بالحقيقه ما حدا حينتقدك، يعني ما حدا حيفكر انه انت شو عم تساوي كان صح ولا خطا، بالعكس انتم عم تعملوا عمل جماعي مع بعضكم والشيء هذا مكملين لبعض انتم. وصلت لمرحله بالاخير انه هو طبعا الاصدقاء زملائه بصفه بيحبوه، لكن هو اللي بعيد لاحظ هو انه كل رفقاته بيحبوه، كل رفقاته بالدنيا، كل رفقاته بده يكون معه، صار في علاقات شخصيه اكثر خارج المدرسه. حسيت انه انا هالشاب هذا وصلت للشيء اللي انا بدي اياه، يعني بالاول هو كثير منيح لكن انا بدي اياك تكون انت علاقاتك الاجتماعيه ممتازه. السنه اللي بعد منها السنه هي فتت لعند الاداره سالت المدير شلونه طمني عنه، قال لي والله ممتاز الشاب، قال لي ما في منه، وهلا دخل هو بالجامعه بفرع ممتاز، يعني هو كان عم يدرس من نوع البزنس، هلا اداره اعمال هو هيك شيء عم يدرس. يعني حسيت حالي انا وصلت الرساله اللي انا بدي اياها. في كثير كمان نماذج من هالنوع هذا، في بنات صبايا كانوا ما يحبوا يحضروا يهربوا، يعني على ما استاذ بدنا نطلع نشرب مي، على استاذ بدنا نطلع كذا. قلت لهم بالاخير هون القاعه اجباريه، الدرس اجباري، بدكم تحضروا من اوله لاخره. صاروا يعملوا حالهم ممغوصين، يعملوا حالهم انه ما بدهم يدخلوا ما بدهم يعدوا. بالاخير صاروا يسالوني برا انت بدك تجي لعنا، انه انا صرت مو صرنا نقلب انه ما في كثير كادر، نحن مثلا نعطي بصف او صفين او ثلاثه ننقل على صفين ثانيات، يصير في شيء 3 أسابيع ما نمرق لعند هي المدرسه لهدول الصفين. عندي اساس انت بدك تجي. لاحظت انه التنميه البشريه مزبوط المفاهيم بجوز هي ثقيله شوي على هالمرحله هي، لكن نحن عم نوصلها بسلاسه وبساطه، عم تصل مثل ما نحن بدنا ومثل ما هي لازم تكون. أكيد يمكن هي كمان مفاتيح تحفيزية لكل شخص لحتى يقدر يتجاوز الصعاب اللي عم نشوفها نحن. إن شاء الله. تفضلي. بخصوص اللي قاله الدكتور أنس، بالمدرسة الأساتذة بيكونوا أو الأساتذة عم بيعطوا يعني المعلومات، عم بيعطوا الدروس، بس ما بيكون عنده وقت ينتبه على شخصية الطالب، هو شو بحاجة كشخصية. مثل ما قال الدكتور، مهمتنا نحن بالشيء اللي عم نعطيه نحن عم ننتبه وين في نقص بشخصيته، وين في شيء لازم نحن نضيف له. يعني هذا منزوي، طالبات مثلا بيكون عنده موضوع الثقه بالنفس معدومه، حدا عنده تقدير الذات، نحن مهمتنا نكتشف هذا الشيء. اكيد، ولهيك يمكن وزاره التربيه حطت الارشاد النفسي، لكن هلا يمكن على الظروف اللي مرينا فيها صار بحاجه لتنميه بشريه و
تنمية قدرات خلينا نقول لدى صحيح. الطلاب. خلينا نحكي 3000 طالب استفاد الحمد لله وبالشراكة مع وزارة التربية. احكي لنا عن هالقصص واحكي لنا كيف كانت الردود الفعل على بعد 4 سنين، شو حابين بعدين تضيفوا، شو عم تكتشفوا اشياء جديده بحاجتها يعني طلابنا، وخاصه خلينا نحكي من التاسع للبكالوريا لانه هدول الاعمار الخطيره اللي هي صحيح. مقبله يمكن على حياه هي عمليه بتاثر بعدين على سوريا. كل ما اشتغلتي عليها صح كل ما يعني الجيل اللي جاي يعرف يخدم بلده اكثر. تماما. نحن مثل قلت لك من 4 سنين لما طرحنا الفكره على وزاره التربيه ما كان في ولا اي شيء روتيني، احنا دغري توافق على المبادره، قدمنا منهاج طبعا كان بسيط بالنسبه لهلا، منهاج بعد 4 سنين صار منهاج مطور جدا، طرحتوه بوقت وظروف فعلا كثير صعبه لانه نحن يعني على مستوى الصعيد الشخصي استفدنا كثير، فلهيك قلنا ليش ما يستفيد الاخر. فلما طرحناها توافقت، كان عدد المدربين قليل جدا فبدينا بس بدمشق بعدد كمان مدارس معينه. كل سنه كان لما ننشر شوي عن الصور نحكي اكثر عن المبادره ينضموا مدربين جداد فنوسع المبادرة فناخذ مدارس أكثر. شوي شوي بلشنا نتوسع على محافظات، أخذنا ريف دمشق وأخذنا السويداء وكل هذا بموافقة وزارة التربية. الشيء الحلو بالوزارة أنه هي تركت لنا الأريحية، يعني موضوع مثلا نحن اليوم لأنه بتعرفي مبادرة تطوعية فغالبية المدربين عندهم عملهم عندهم شغلهم فبده ينسق بينه وبين المدرسة بتوقيت يناسب الاثنين. فكان الوزارة تركت لنا أنه أنتم حرين تتفقوا مع المدرسة بالشيء اللي بيريحكم، تختاروا الحصص، وخاصه نحن بس لوضح نحن الحصص هي كانت عباره عن تبادليه، احيانا ناخذ حصه رسم احيانا ناخذ حصه رياضه، يعني بتعاون مع المدرسه. فشوي شوي هيك طورنا بعد 4 سنين، اخذنا مدارس اكثر، صار عدد المستفيدين اليوم 3000 طالب. كل سنه ما قلت بتبعت المدارس تقييم، هذا روتين سنوي، كيف كانت المبادره بالمدرسه وردود الافعال بعد ما يسالوا الطلاب. فعلى اسرى الوزاره بنجتمع معه ف وافقوا انه نحن نمدد للسنه اللي بعدها. طبعا هلا بعد 3 سنين منهاج صار كثير مطور وان شاء الله حنقدمه للوزاره حتى نقدم الشيء اللي صار مطور اكثر عن المنهاج اللي قدمناه. بنطمح انه ما يبقى هذا الموضوع باطار تطوعي. هلا العمل التطوعي هو شيء كثير حلو بس كمان في له شق ثاني هو متعب. انت اليوم عم تقولي مثال انا عندي 4 مدارس عم تعطوا حصص اضافيه للطلاب؟ لا نحن ضمن الحصص الرسمية ناخذ حصة رسم الاتفاق مع الإدارة، أحيانا حصة رياضة، يعني أحيانا حصة فراغ على حسب يعني حسب. طيب كم مدرب ديما أنتوا تقريبا يعني عم تقولوا 4 سنين ودمشق وريفا والسويدة، يعني أكيد في عدد كبير من المدربين طمع. وكم مدرسة تقريبا صرتوا داخلين؟ تقريبا نحن بالشام تقريبا شي 20 مدرب والسويدة تقريبا شي 15. بس نحن عم نعمل شيء لانه مثل ما قلنا مبادره تطوعيه، مثلا كل مدرب عم بيغطي مدارس، يعني مدارس. انا مثلا هل في مدارس مثبتينه ولا عم بيتم في تبديل بين المدارس؟ لا. بشكل عام يفضل كل مدرب بنفس المدرسه لانه خلص بيكون عارف كل طالب ببلش يفهمه بكل شو بده. هلا نحن قلت لك مثلا انا عندي 4 مدارس انا كمدربه، الدكتور انس كمان عنده تقريبا شيء 4 مدارس، فهذا متعب. يعني انت عم تقولي في 4 ايام من اسبوعك انت مبادره تطوعيه وعم تاخدي وقت طويل، يعني من اول دوام لاخره انت بتطلعي من حصه عم تفوتي بحصه. فلهيك كنت عم تقولي لنا شو هيك الشيء اللي بنطمح له، بنطمح له انه يكون في رعايه ما تبقى بمجال العمل التطوعي لانه متعب للمدرب هذا الشيء، يعني بالنهايه المدرب عم بياخذ من وقته. لما بيكون في رعايه وبصير هذا الشيء رسمي بصير نحن نشتغل على شيء ثاني احنا كنا عم نخطط له انا ومجموعه من المدربين، انه يكون التدريب يبدا من الكادر التدريسي. هلا احنا خلال ال4 سنين انا واي مدرب اول ما كنا نفوت كنا نسمع نفس الكلمه، نحن كمان بحاجه، نحن بحاجه تعطونا كيف نفرغ الطاقه السلبيه تبعنا وكيف نكون مرتاحين اكثر. فالكادر التدريسي هو بحاجه، فنحن ان شاء الله اذا كان في يعني يوما ما يكون في رعايه بشكل رسمي لهي المبادره، وخاصه انه هي موجوده بدول برا، يعني اليوم احنا عم نحكي مثلا ببريطانيا في 370 مدرسه تعمم في الى موضوع التامل، فحلو كتير انه نحن مثلا كسوري انه موجود هذا الشيء كتطوعي بس يصير بعدين رسمي. فان شاء الله اذا صار هيك بشكل جدي ان شاء الله يا رب. الله يعني بدنا نتشكركم على وجودكم معنا وعلى جهودكم، ان شاء الله تتكلل فعلا ببناء شخصيه مهمه لدى الطلاب ويعملوا بصمه بحياتهم مثل ما الهدف اللي انتم عم تطمحوا له. شكرا لوجودكم. شكرا لوجودكم معنا.